يا ساكن الزنازين مهما جرى ومهما حصل. أنا أخت الأسير أيمن عرايس، بحب أشكر تلفزيون الفجر الجديد بمشاركته اليوم عندنا بعيد ميلاد أخي أيمن، عامه 33 وصله 11 سنة تقريبا في سجون الاحتلال. أتمنى الإفراج له لكافة الأسرة، كل عام هو بخير. بشكر بونجور للحلويات، وبشكر أيضا مكتب وزارة الأسرة بمديرتها الأخت عصمت أبو صاع وكافة الموظفين. مع كل أنا أم الأسير عبد الرحيم فياض الكاروت، أنا بشكركم على الجانة، أهلا وسهلا فيكم. بشكر بونجور وبشكر تلفزيون الفجر الجديد وبشكركم، وبتمنى أنه ربنا يفرجها على ابني وعلى جميع الأسرى. لما يا أمي تكبلت عيوني خلف السور، كاس المذل اتجرعت صار القلب مجهور، من دون رحمة عملوا شلوا قواي وعطلوا، كم مرة أكلي أجلوا ساعات ليل نهار ساعات ليل. وما تنسوا ولا أسير، لأنه صدقيني الأسير أهله بيعانوا كتير، ولما أنتوا بتنسوا أسير بتصير تقول أم يا الله، طب أنا ليه شو عملت؟ ليه أنا شو ابني؟ يعني ابني ما اتناضل، ما عمل طبعاً، والحمد لله رب العالمين. وأنا بشكركم من قلبي كتير الشكر، وبشكر برضو أم أحمد السرغلي من كل قلبي برضو، والتلفزيون الفجر، والله يخليكم يا رب ويحماكم يا الله. وهي الحياة كلها شو نعمل؟ الله يرضى عليهم، الله يرضى عليهم ويفك أسرهم كلهم يا رب. يا رب يا بلال يفك أسرك أنت وجميع الأسرة، لأنك يا بلال أنت عمري وحياة الله ما يفيهم إلا دم، دمي بنحرك عليه، دمي بنحرك على شبابه، بقول هدوك اللي بالقبر الله يرحمهم حطينا التراب عليهم، وهذا ضيع شبابه وضيع عمره، الله يرحمهم والله يعفي عننا وعنهم، الله يخرجه يا رب يا رب يا رب يا رب. الحمد لله أحكي بهامي مشتاق شوفك يا قدس يا قبلة الأطهار، والدة الأسير مهند طلال شريم محكوم 29 مؤبد و20 سنة، موجود حاليا في سجن ريمون. هو كويس الحمد لله بخير وبصحة جيدة، والجميع بهدوء السلام جميع الأسرة، وإن شاء الله الإفراج على جميع الأسرة، وإحنا الحمد لله كويسين. وبشكر تلفزيون الفجر الجديد اللي سمح لنا هالفرصة إنه نحكي فيها ونعرف عن حالنا، وكمان بشكر الست عصمت والوزارة والأستاذ محمد الجيوسي لأنهم بيساعدوا وبيساهموا في كتير في حل المشاكل، وإن شاء الله ربنا بوفقهم بوفق الجميع، وإن شاء الله بتمنى أن الكل يروح على المسجد الأقصى ونزوره، وإحنا وجميع الأسرة إن شاء الله الإفراج لهم العاجل إن شاء الله. مبروك يا كل الأسر، ما انتهى المشوار وما انتهى المشوار، والدة الأسير وجدي أحمد جلاد من طول كريم محكوم 17 سنة، تنقل في عدة سجون الله يرضى عليه، وما زال الحمد لله بصحة وخير وعافية وبزوره، وأنا إلي سنتين ما بزوره، فبطلب يعني من الجميع إنهم يوقفوا وقفة صمود وكلهم يد واحدة لإطلاق سراح أسرانا جميعهم،
وبشكر وزارة الأسرة على جهودهم على زيارتهم إلنا وتفقدهم لأهالي الأسرة، الشكر الجزيل وبارك الله فيهم على هاي اللفتة. وبشكر حلويات بنجور، إن شاء الله رب العالمين بقدرنا وبقدرهم هالمشوار، وبعين رب العالمين يا خالتي، والله يفك أسرهم وأسر الجميع. وشكرا لكم ولتلفزيون الفجر الجديد، وبارك الله فيكم.